مساء يسوع على كل الموجودين اللي دي يسمعونا اللي بهذا المكان واللي بغير مكان اللي دي يشوفونا من خلال البث المباشر. ربي يبارككم ويعطيكم بالفعل الوقت رائع مميز لكي ما نمجد اسم الرب. مو بس بهذا المكان اسم الرب لازم نمجده ونرفعه ونعليه، لكن أينما كنت أينما تذهب دائما اسم الرب مسبح. خلونا بهذا الوقت نهدي نفوسنا، نحني رؤوسنا ونصلي بكلمات احنا نشوفها بسيطة في دواخلنا، لكن إلهنا القدوس يسمعنا، إلهنا يسمع إلى أنيننا، يسمع إلى تضرعاتنا. الرب يباوع عليك، يباوع على كل أخ وأخت موجودين في هذا المكان وين مكانه. إلهنا موجود يباوع، ينظر إلى أعماقنا، إلى توجهات قلوبنا. قل يا رب إحنا اليوم جايين بثقة كاملة أمام شخصك، نطلب ونتضرع باسم الرب يسوع المسيح إنك تباركنا، تعطينا قوة ونعمة لكي ما نظهر كل ما لدينا، نقدم لشخصك العظيم، نتبارك في اسمك القدوس، نتضع أمام قدميك. أنت وحدك المستحق، أنت الذي بذلت نفسك لأجلنا. شكرا يا إله القدوس على كل قطرة دم بذلتها لكي ما تطهرنا، لكي ما تغفر لنا كل خطايانا. باركنا في هذا اليوم الرائع، واعطنا خدمة مباركة مميزة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، لأنك أنت وحدك المستحق كل الكرامة وكل العبادة والسجود. بارك كل أخ وأخت موجودين في هذا المكان، امسحهم بمسحة الروح القدس، يمتلئوا من روحك القدوس ويتباركوا ويكونوا دائما سبب بركة لكل الذين هم حولهم. شاكريك يا إلهي من أجل كل عطاياك ومن أجل كل إحساناتك إنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أصلي، آمين. دائما أقول لك من تحتاج شيء أطلب وجه الرب، أطلب وجه الرب، شوف الرب شو راح يتعامل وياك. أنت جالس بهذا المكان، افتح كتابك المقدس واقرأ وياي مزمور، اقرأ وياي مزمور، مزمور 9، شوف مزمور 9 شو يحكي. راح نقرأ من مزمور 9 وراح نشوف الرب شو يكلمنا بهذا اليوم. رب يكلمنا من خلال كلمته اللي هي أمامنا الآن. في مزمور 9 يحكي هذه الكلمات، عدد 9: ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون منه اسمك. آمين. لأنك لم تترك. شفتوا وعود الرب شلون صادقة وأمينة؟ الله ما يتركنا، لأن إحنا دائما نطلبه، دائما هو أمامنا، دائما يحرسنا ويحمينا. أيضا أريد همين أقرأ من إرميا آية أخرى، طلع وياي إرميا، طلع وياي، اللي مو عنده كتاب مقدس خلي طلع وياي إرميا، واللي ما عنده راح تظهر له على الشاشة. شوف إرميا 29 شي يحكي. خلونا نتعزى بهذه الكلمات الرائعة المقدسة المباركة في إرميا 29 من عدد 12: فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني، اقرأ وياي، فتجدونني
إذ تطلبونني بكل قلوبكم. آمين آمين يا رب. نطلبك يا إلهي بكل قلوبنا أنك يا رب تكون حاضر في وسطنا، تملأ هذا المكان، لأنه بدون حضورك نحن لا شيء، لكن بوجودك أنت نمتلئ ونتقوى ونتبارك يا إله القدوس. خلونا نسبح ونرفع اسم إلهنا، نرنم إلى هو، لأن هو وحده المستحق كل العبادة، كل الإكرام، كل السجود، له كل المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. قل أطلبوا وجهك. هاليلويا هاليلويا. وقت وقت مميز ورائع لطلب وجه الرب، لطلب وجه الرب. يا الله فتعال بروحك
خلودي يا ركاب، أنت لي بروحك وحدك يا رب ألتمس برك، تاركا خطيئتي رافعا لك الصلاة، فجوعي وعطشي لبرك واحتوائي عندك. خذني ربي لقدس الأقداس، خذني ربي بدم الحمام، خذني ربي لقدس الأقداس، المس جارك تسبيح علي يا إلهي، أفتح كل قلبي لربي الذي له تسبيحي، جمال بدا الرمى، أبيضين الجمال بدا للرمال، مبارك اسمك يا إله القدوس، لك كل المجد، لك كل القوة والسلطان. قبل شوية ريتا كانت تصلي فلمستني كلمتين، كانت تقول نطلع كل ما عندنا ونقدمه إلى، شنو رأيكم نطلع مستحق هو أو غيره أكو مستحق، نطلع كل ما عندنا ونتعب له ونركض له وكل شيء، ياهو الأهم هو لو غير شيء، خلي شيء ببالك، شنو ببالك خليه وخلي مقابيل الرب يسوع المسيح، شوف ياهو تنطي الأولوية في حياتك، هل الرب يسوع أم الأمور الأخرى؟ أنا أسألكم كل واحد ويا نفسه، وأني أولكم، احتمال أني مقصر هواية، لكن الله ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى دواخلنا، آمين يا شعب الرب، خلونا نسبح ونطلع كل شيء اللي بداخلنا ونقدمه إله، آمين، أني ما أشوفكم ولا أنتم تشوفوني، لكن هو شنو فاحص القلوب؟ مختبر الكلى. هاليلويا هاليلويا عندي قدمي والهاي
أتذكر موت وأمات وأتأمل فيه، أتذكر صلب وجلدات وأتعلى فيه. لما أذكر موت وأمات وأتأمل فيه، أتذكر صلب وجلدات وأتعلى فيه. يا دمك يسوع عنك ما حول عيني يا بيروجو، وانت اللي دفعت ثمن فيا دمك يسوع. هللويا هللويا. هاتوا له تكلمي كلا عن المثل وتويجه وحده ربا على Hallelujah.
قلبنا إله الفادي هو ملكنا قد أرسلناه ليعلن حبه هو الإله المخلص الشفيع غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا هو الإله القادر العليم هو الإله المخلص الشفيع هناك في سماء نفضل نرنم لي هاللويا أو كل المجد والسلطان. يا رب نشكرك من أجل هذا الوقت الرائع يا إلهي، تتبارك أخوتي وأخواتي يا رب، كل من حضر في هذا المكان يا رب، المسبحين يا إلهي، العازفين، شعبك يا رب اللي وماثل يا رب أمامك، وكل السامعين يا رب أينما كانوا يا رب. أيضا أصلي باسم رب يسوع المسيح من أجل الكلمة يا إلهي، تبارك الكلمة وتعطي يا رب المتكلم يا إلهي مسحة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. شاكريك على كل عطاياك ومراحمك، إن باسم يسوع أصلي. آمين.